بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني يا أباي. كل سنة وأنتم طيبين. السنة دي زي ما اتفقنا سميناها الخدام أنبا برام سنة الإيمان لو أنتم فاكرين، وعشان كده همشي معاكم في سلاسل عن الإيمان. والإيمان لو فاكرين برضو قلنا له معنيين كبار في الكتاب، معنى الثقة ومعنى العقيدة. الثقة معناها أنه أنت واثق في ربنا، اللي بيطلع منها الاتكال والتسليم والسلام، دي اسمها الثقة ودي مفتاح الإيمان. والإيمان كمان بيستخدم في العقيدة، يعني مثلا الإيمان بالتجسد، أنت مصدق وواثق ومستعد تموت على عقيدة ان الله ظهر في الجسد. الايمان بالثالوث الاقدس اللي هنحتفل في الغطاس بالاعلان الالهي، الله اعلن عن كونه ثالوث، اب وابن وروح قدس. ده ايمان هنا واخد اتجاه العقيده، تفاصيل الايمان بالحقيقه نؤمن ونقول. فاذا احنا هنمشي في الخطين طول السنه، ابتدي الاول بالخط اللي هو اقرب لقلبنا واحتياجنا والثقة. فابتدي بآية نفسي تبقى شعار لنا كلنا، إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. الملاحظ في الزمن ده إن كلمة أمان كلمة غالية قوي. ليه؟ بنسمع أخبار حروب، أخبار إرهاب، أخبار خطف، أخبار يعني اضطرابات في العالم، حوادث للناس، أمراض بتيجي فجأة، كل ده بيخلي الناس معرضة لعدم الأمان. فعدم الأمان ده ظاهرة عالمية، لكن علاجه من الآية دي ببساطة هو الإيمان. لو ما أمنتش مش هتبقى آمن. آمن هنا بمعنى سيف، مطمن. مفيش اطمئنان، مفيش أمان بدون إيمان. تعالوا الأول نفهم الآية دي جت إمتى وجت ليه وظروفها ايه، وبعدين نبتدي نطبقها على حياتنا، لان المعنى ده في رأيي يفرق جدا معنا. فأشعياء 7 في حكاية كده جميلة. صحيح أشعياء ده أغلبه نبوءات، لكن في شوية حكايات. من ضمن الحكايات أشعياء عصر 5 ملوك لمملكة يهوذا، وأشعياء 7 السبي، يعني من الأنبياء المبكرين شوية في التاريخ. أغلب الملوك اللي عاصرهم أشعياء ما كانوش بتوع ربنا، فكان عنده معاناة شديدة أنه يقنع الملوك بعبادة ربنا، مع أن دول ملوك يهود، وهو أساسا من عيلة ملوكي. ما الملوك دول كلهم يعني قرايب في بعض، يعني أولاد بعضيهم وأخوات بعضيهم وكده، فهو قريبهم. حدث في أيام أحاذ ابن يسام ابن عزية، هو حضر الثلاثة دول وحضر بعديهم كمان ملك يهوذا، أن رصين ملك أرام. حاولوا تفهموا معاك الجغرافيا، معلش. يهوذا دي اللي هي اليهودية اللي هي فيها بيت لحم، اللي فيها أورشليم، اللي فيها القدس دلوقتي، كان ليها ملك. ماشي. أرام دي سوريا، ليها ملك تاني وده مش يهودي. صعد مع فقح بن رملية ملك إسرائيل، ده ملك تالت. إسرائيل دي اللي إيه؟ اللي هي منطقة الجليل بقى والسامرة، اسمها مملكة الشمال أو مملكة إسرائيل. إذا عندنا 3 ممالك، أصغرهم مملكة يهوذا اللي فيها أشعياء نبي، واللي فيها الأخ أحاز ده ملك. يبقى في واحد اسمه ملك أرام اسمه رصين، وفي ملك إسرائيل اسمه فقح. الاتنين دول، ودول مملكتين كبار، لأن إسرائيل تعتبر 10 أضعاف يهوذا، 10 أسباط وسبط ونص مثلا في يهوذا. لمحاربتها فلم يقدر أن يحارب. يعني إيه؟ طالعين يحاربوا يهوذا بس لسه مش قادرين. وأخبر بيت داود، بيت داود اللي هم مملكة يهوذا، اسمهم بيت داود لأن كل دول حفد داود. أحاز ده، يسام، كل دول من نسل داود، فأشعياء يعتبر من عيلة داود. قيل له قد حلت أرام في إفرايم. إفرايم ده سبط من مملكة إسرائيل، لو فاكرينه إفرايم ابن يوسف،
ما هو يوسف اتفك بسبطين، منسى وافرايم، والاثنين لهم اراضي وتعاملوا زي معامله الاسباط ال 12. فافرايم دي اقرب حاجه لليهوديه، يعني الجيش قرب قوي خلاص خطوه ويحتل مملكه يهوذا او يدخل على اورشليم. حلت ارام يعني جيش سوريا، حل في افرايم يعني بقى جوه مملكه اسرائيل، لان الاثنين متامرين على مملكه يهوذا. انا عارف في ستات بتتوه في الجغرافيا والسياسه، بس حاولوا تفهموا. فرجف قلبه، قلبه دي مين؟ ده احاز ملك يهوذا. وقلوب شعبه كركفان شجر الوعر قدام الريح. ده تشبيه لأسايا، يعني قلبه بقى يعمل كده، يعني الشجر لما يميل مع الريح عمال يعمل كده يروح ويجي. فقال الرب لأشعياء اخرج لملاقاة احاز. ربنا صعب عليه احاز المهزوز ده، فقال لأشعياء ايه؟ اطلع قبل احاز ده، هي معناها اطلع ايه؟ طمنه طمنه، لان مملكة يهوذا دي فيها الهيكل، وسليمان قبل الناس دول فالهيكل موجود. اخرج لملاقاة احاز انت وشعر يبشوب ابنك الى طرف القناة البركة العليا. وصف له بالضبط يقابله فين، وقل له احترز واهدى ولا يضعف قلبك من اجل ذنبي هاتين الشعلتين بحمو غضب. يعني ايه؟ قال له اهدى اهدى، دول شعلتين مدخنتين يقصدك. فبعت له أشعياء يقول له اهدى، احترس من الخوف، بلاش تتهز، ما تخافش، ما يضعفش قلبك، دول شعلتين مدخنتين يعني زي شمعتين. يعني آرام بتقول ايه؟ نصعد على يهوذا ونقوضها ونستفتحها. هي دي المؤامرة بتاعته، ناويين يدخلوا على يهوذا يكسروها ويفتحوها كمملكة يعني، ونملك في وسطها ملكا واحد تاني اسمه ابن طبيل. فهو أحاز عارف ان هم حاطين ملك هيسكنوه مطرحه. هكذا يقول السيد الرب، مش هيحصل. ربنا بعت رسالة مع أشعياء مشجعة جدا، يتأمره زي ما يتأمره، ما تخافش، لا تقوم لا تكون. يعني ايه الكلام ده؟ مش هيحصل. ورأس أرام دمشق، يعني كبرهم دمشق، ورأس دمشق راسين. وعاوز أقول لك دمشق دي كلها اللي هي أرام عاصمة سوريا، يعني هي نفسها هتخرب خالص في مدة 65 سنة، وفرايم كمان هتخرب. كان دي نبوءة عن دخول بقى إيه؟ الأشوريين وبعديهم البابليين. وبعدين ختم الرسالة، دي رسالة مشجعة مش كده؟ ما تخافش، ما يضعفش قلبك، مش هيحصل اللي بيقولوه، كلام كله مريح جدا هي. وبعدين ختمها بالقاعدة، إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. عرفتوا مكانها جه فين؟ يبقى واحد قلبه بيترجف وعنده سبب مقنع للخوف، فجت له الرسالة على رجل الله، ربنا قايل لأشعياء روح قول له ما تخافش ما تتهزش، ايه دول يطلعوا ايه دول بالنسبة لربنا، ما تتهزش. طبعا حصل فعلا انه المؤامرة ما كملتش. ولو تذكروا بعدها حصل كمان قصة سنحاريب، لما حصرت مملكة يهوذا بجيش الاشوريين، جت عند مملكة يهوذا وطلع ملاك موت 185 الف، فما قدروش يدخلوا على مملكة يهوذا الصغيرة دي. ليه؟ عشان خاطر الرجل الحلو ده أشعياء النبي. بس دي كانت بعد أحاز، حزقية ابنه هو اللي حضر القصة دي. أحاز ملك ملوش في ربنا كتير، فخايف ومرعوب. ودي القصة اللي عاوز أقولها لكم، إن الخوف زاد قوي في الدنيا لأن الناس ما بقاش ليها في ربنا كتير، فإحساس عدم الأمان بيزيد جدا. كل واحد يفكر في بكرة يترعب، يفكر في عياله يترعب، يفكر في الأمراض يترعب، يفكر في السياسة يترعب، يفكر في الفلوس يترعب. إيه هو ده؟ إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. ففي حاجة اسمها الفزع العالمي كده، النهاردة بيقولوا المهدئات بتتباع أكتر من الفيتامينات، من كتر ما الناس كلها
عاوزة تسند نفسيتها من الخوف، لأن الخوف زاد قوي. اللي مزود بقى القصة دي في زماننا إن وسائل الميديا اللي هي التواصل الاجتماعي غاوية مصايب. يعني إيه؟ يا تقول حاجات مش حقيقية وتلهي الناس في ملاهي فارغة، يتركز قوي على الزلازل والبراكين والمجاعات والحروب والإيه، فيبقى أنت قاعد في بيتك كل الأخبار السودة عندك، وتجيلك غصب عنك تطلع لك على موبايلك من غير ما تطلبها، وتقابل واحد فيقول لك ما سمعتش، لازم يقول لك خبر وحش، ما سمعتش دي وراها دايما مشكلة. طب انت مالك باللي بيحصل في البلد دي ولا البلد دي؟ ما هو كل ده لما يتجمع بيزود القلق، فاحنا عندنا مشكلة قلق عمالة تعلى في الدنيا. وعلاجها الآية الجميلة دي: إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. فاحنا أقرب لشخصية أحاز. أشعياء في حتة تانية بقى، أشعياء ده بيسمع صوت ربنا وآخر ملك، يعني في ملك تاني، طالع يطمنه ويقول له ولا حاجة، مش هيحصل حاجة، ومتأكد من اللي بيقول. ونفس اللي عمله ده بعدها بسنين طويلة قاله لابنه حزقية، حزقية ترعب برضه، فقال له ما تخافش، يطلعوا مين دول؟ دول هيروحوا بيوتهم خسرانين كل حاجة. حزقية بقى كان ابن أشعياء الروحي، يعني الملك حزقية اللي بعد أحاز كان شخص روحاني، فكان بياخد من كلام أشعياء. أحاز لا، هنشوفها دلوقتي. إذن احنا كلنا بدون استثناء عندنا أزمة عدم أمان مختلفة الدرجة. في ناس موصلهم مش بيناموا كويس، عصبيين جدا، الخوف غالبهم، بيفكروا في الحكاية في المشاكل بزيادة، متوقعين حاجات وحشة، متشائمين، كل دي علامات عدم الأمان. وفي ناس لكن هي زي مرض عام كده داخل علينا كلنا. المشاكل ايه؟ وعدم الأمان ده مصيبته يا جماعة انه بيفسد الحياة كلها. يعني بيقولوا ان الإدمانات زادت في العالم بسبب عدم الأمان. الناس عشان الخوف الملحقها ده تقوم تلهي نفسها في حاجة كأنها بتطلع بره دنيتها، فيشرب له حاجة، يقعد قدام الأجهزة دي بالساعات. فالإدمان نتيجة عدم الأمان، والإدمان ده عالي جدا في الدنيا، والإدمان بتاع الأجهزة بالذات بقى مرض عالي قوي في العالم. إدمان الميديا نفسها بيسموه ميديا أديكشن، ده مرض دلوقتي. كمان الإباحيات زادت. ليه؟ لأنه مع القلق الزيادة الشيطان طبعا يستغل دي، فيجي يقول لك ايه، ما تعيش للمتعة، خلاص ما انت عاوز تهرب من دماغك، فيوقعك في شهوات بطالة. كمان العنف زاد، لان الواحد لما يكون خايف وما عندوش امان تلاقوه الفولت عالي عنده، عاوز يهجم لحسن يتهجم عليه، فاهمين؟ فتلاقيه رد فعله دايما مبالغ فيه، فالهدوء والسلام والبساطة والحاجات دي عمالة تقل. طبعا ناهيكوا بقى عن الخوف الزيادة والحيرة الزيادة والتردد والاضطرابات النفسية، كل ده عمال يعلم. عدم الأمان هو أرضية الاكتئاب. العالم برضو الاكتئاب بيعلى بشكل فظيع دلوقتي بكل أشكاله وأنواعه، لأنه مش شكل واحد، لكن الاكتئاب أصبح مرض العصر. ليه؟ الناس مش عايشة في أمان. كل ده حله في آية من 4 كلمات: إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. أنا بقى هديكم شوية مفاتيح لو استخدمتوها طول السنة هتعيشوا بقية عمركم في أمان. أول مفتاح ممتع جدا، إحنا يا مسيحيين اللي ما يعرفش يصلي خالص بيقول إيه؟ أبانا الذي. بصراحة اللي يقول أبانا الذي في السماوات مش مفروض يقلق خالص. ليه؟ انت بتكلم ربنا اللي ماسك الكون ده كله وبتقول له يا بابا. فكر فيها كده، طب ممكن يحصل ايه؟ مش هو اللي ماسك كل الدنيا وانت غالي عليه لدرجة ابوك، ودي مش مبالغة، هو اللي قال لنا نقول كده، هو اللي ادانا النعمة دي، نعمة البنوة. فلو انت مدرك لهذا الايمان البسيط جدا اللي عايشين فيه اطفال مدارس الاحد، واللي كلنا أول صلوة تعلمناها أبانا الذي،
أساس كل صلواتنا نحب نقولها كتير، متى صليتم فقولوا، كأن ربنا بيحب يسمعها. خلاص ما بقاش فيه قلق، عدم الأمان يروح. ليه؟ ده أبوك ده فوق الجيوش وفوق السياسة وفوق الملوك وفوق الاقتصاد وفوق أي حاجة. فأنت ببساطة عندك مفتاح مش بتستخدمه، كل ما تقلق تعمل إيه؟ أبان اللسان. بس ركز في أبانا من فضلك، لأن الكر اللي بنكره ده بيضيع عليك أهم كلمة في الصلاة. ابتدي كده أبويا، خلاص بدل قلت كده. وعشان كده في الموعظة على الجبل اللي علمنا فيها أبانا الذي فضل يعيد ويزيد المسيح يقول أبوكم عارف، لا تهتموا لحياتكم، أبوكم شايف، أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. يعني الموضوع بسيط قوي، تهتم ليه أكله وشربه ولبسه؟ تهتموا ليه بالغد؟ الغد اللي هو المستقبل، ده أحد أهم أسباب عدم الأمان. بكرة هيمشي إزاي؟ وتلاقي عيني بنت ما ارتبطتش، طب وبكرة أنا هعيش لوحدي؟ والكبار بنتنا ما ارتبطتش، طب لو مشينا هنسيبها لمين؟ إيه ده؟ إيه الكلام الفاضي ده كله؟ هو ربنا بيموت؟ هي دي بنتك ولا بنته؟ هو في حاجة اسمها مش لاقي حد؟ وهو ربنا ده مش حد؟ فاحنا بنتكلم ساعات كلام بتاع الدنيا كده، واحنا مش واخدين بالنا ان الموضوع بسيط قوي. ان لم تؤمنوا لا تأمن. ما كنتش مصدق ان ده ابوك بجد، يبقى انت حكمت على نفسك بعدم الامان. هتفضل تعبان لغاية ما تمشي وربنا يستر هتروح على فين. لكن هي ببساطة لو مصدق تبقى اخر روقان واخر ساعات. عشان كده مثلا القديس بولس وهو بيكتب في روميا حطها بطريقة تانية، قال ماذا نقول؟ يعني تعالوا نفكر كده، هو ايه اللي ممكن يضايقنا؟ ان كان الله ابونا بقى معانا، مين ممكن يبقى علينا؟ لا تقول لي بقى ملك ارام، ولا تقول لي ملك مش عارف اسرائيل، ولا تقول لي اهاك، كل دول صغيرين قوي. الذي لم يشفق على ابنه بل بذلوا لاجلنا اجمعين. يعني ابوك بيحبك قد ايه؟ ده سؤال مهم. لا يكون بيحبك كده على الماشي، لا، أمارة الحب إيه؟ ده لم يشفق على ابنه الوحيد من أجلك، ده أنت غالي قوي قوي بأمارة صليب ربنا. كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ يبقى طبيعي يديك كل حاجة حلوة؟ ده العادي طبعا، أي حاجة حلوة أرخص كتير قوي من صليب ربنا ودمه. من سيشتكي على مختار الله؟ في واحد يقول لك ما انا بص انا عارف ان في الدنيا ربنا مأمني، بس الشيطان، الشيطان ايه يا جدع؟ الشيطان هيشتكي عليك؟ طب وهو مين اللي هيدافع؟ مش ابوك؟ وهو مين القاضي في الاخر؟ مش برضه ابوك؟ تصوروا معايا الفكره الساذجه اللي هقولها. واحد عمل حادثه فاتعملت له قضيه، ابوه قاضي كبير، طلعت ان القضية هتتعرض قدام ابوه وهو اللي هياخد القرار، يحس بايه؟ خلصت، فاهمين؟ وبعدين نكملها. وبعدين ابوه في بلد ما مش مسموح في مصر، في بعض رجال القانون مسموح له يبقى قاضي ويبقى محامي. ابوه محامي شاطر قوي، يعني ابوك محامي وهو كمان قاضي، والقضية عنده، هو اللي شايلها كمحامي وهو اللي شايلها كقاضي، وفي الآخر طلع أبوك. فكر فيها كده. وكيل النيابة، مع احترامي وكيل النيابة لأحسن حد يزعل، الشيطان هنا المشتكي في لغة الكتاب، المشتكي اللي بيمسك التهمة على المتهم، ده الشيطان. يطلع مين بقى؟ قدام محامي مشهور قوي وقوي قوي وأبوك، وقدام قاضي هو اللي بيحسم القرار، ده انت متحاصر. فما تقولش هم الشيطان. فبيقول من سيشتكي على مختار الله؟ الناس اللي بتخاف من الشيطان زيادة دي، ده مش فاهمين حاجة. يبقوا مش ابوك ربنا، والقاضي بتاعك ربنا، والمحامي بتاعك ربنا، مالك عامل كده ليه؟ الله هو الذي يبرر، يعني هو اللي بيدي حكم البراءة، هو القاضي. مين اللي بيدين؟ مش المسيح؟ مش ده اللي مات عشانك؟ مش ده اللي بيحبك قوي؟
يبقى اللي بيبرأك ربنا، واللي بيحاسب هو ربنا. بل بالحريق قام أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا، يشفع فينا اللي هي شغلة المحامي. فهمتوا؟ يبقى الديان القاضي هو المحامي، طلع أبويا. إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. ده مش معناه الواحد يعمل حوادث ويموت الناس، أمين؟ مش معناه أنك تدخل نفسك في مشاكل، لا، معناه أنك ما تفقدش سلامك أبدا، مفيش حاجة تقلقك. لهذا الإيمان البسيط يخليك عايش في حتة تاني غير البشر كلهم. ده الناس كلها تقلق، ما يصحش أنت تقلق. بتوع أبانا الذي ممنوعين من القلق. أنتوا تبع أبانا الذي مفروض تبقوا ممنوعين من القلق. النهاردة في حركة في العالم كده بيسموها أريد أبا. ليه؟ لأنه اللي دارس اللي بيحصل في الشعوب الأخرى، فكرة الأسرة تكاد تنتهي في 80% من بلاد العالم. الملحدين بطلوا حكاية جواز وعيال دي، والديانات أخرى كمان تنازلت عن فكرة الأسرة. فطبعا طالعين جيل ما يعرفش أبوه، ما شافوش، أو أبوه أناني خلفه وراح لحاله. فالحتة دي كتيرة قوي. فكل الناس دي طالعة نفسيتها تعبانة. ليه؟ يبحثون عن أب، حتى لو عنده أب، بس أب مش أب يعني، فعنده نفس المشكلة. لأنه بيقولوا في علم النفس دلوقتي إن الأبوة صمام أمان. يعني الأم صمام حنان والأبوة صمام أمان، فاهمين؟ والطفل عاوز حنان وعاوز أمان، فممكن يكون واخد حنان بس مش واخد أمان، فيطلع عنده ربع ضارب طول عمره، نص ضارب مش ربع ضارب، يفضل طول عمره ما عندوش أمان. طب الكنيسة بتديك أب ببلاش من ساعة ما بتتعمد، وأب حقيقي وأجدع من أي أب، يبقى مش مفروض تقلق. تعالوا ناخدها بطريقة تانية. الإيمان بالصليب، احنا موضوعنا إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. هو الصليب ده بيقول إيه؟ احنا طولنا نرشم صليب ونمسك صليب ونقول باسم الصليب، حياتنا مليانة صليب. أصل الصليب ده بيقول إيه؟ بيقول ما تخافش. ليه؟ ما بيقول الذي لم يشفق على ابنه. الصليب ده ربنا لقى أكبر مشكلة وملهاش حل بتاعت جهنم دي، الموت الأبدي، أم قال مهما كلفتني هحلها، فكلفته صليبه. فلما تبص للصليب في مشكلة في حياتك أكبر من مشكلة هلاك أبدي، مش ممكن. طب حتى المشكلة دي اتحلت ودي العلامة، يبقى كل ما ترشم صليب أو تقول باسم الصليب أو تمسك صليب لازم يجي لك أمان. ليه؟ لأنه الصليب ده غلب الشيطان خلاص، يترعب الشيطان منه، بيخاف منه بجد، لأنه مملكة انهارت بسبب الصليب. حتى لو قلنا أن العالم وضع في الشرير، الشرير ده قدامك جبان عشان أنت بتاع الصليب. فشوفوا احنا بنتكلم لسه كأننا أطفال، أبانا الذي وبترشم صليب. اللي بيعرف يعمل دول مش مفروض يخاف خالص. إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. عشان كده يقول حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان. المسيح سلمنا علامة، أعطى علامة لعبيده، لأنه عارف أن في مسيحيين بسطة لا هيعرفوا يقروا ولا يحفظوا ولا يذاكروا. فقال لهم بصوا خلوا العلامة دي، بهذه العلامة تغلب، خلاص ترشم صليب، خلاص تتحل المشاكل كلها. طب أنت مصدق ولا مش مصدق؟ إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. لو حطيت ثقتك في المسيح المصلوب مفيش حاجة تخوفك أبدا. عشان كده القديس بولس لما كان داخل على كورنثوس، كورنثوس كانت من أصعب البلاد اللي خدم فيه، كلها فلسفة وكلها إباحية، قال أنا قلت هدخل معرفش غير حاجة واحدة بس، لم أعزم وأن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع وإياه مصلوبا. فبقى ماشي طول الوقت إيه؟ زي اللي ماسك صليب أو بيقول باسم الصليب وخلاص، وحواليه بقى تماثيل ومحواليه إباحية وحواليه كل حاجة غلط، بس هو مش خايف. تعالوا نشوف إيمان بيجي تاني بطريقة تانية. الإيمان بوعود الله، موضوعنا إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. عدم الأمان مرتبط
ان انت يا ناسي ربنا قال ايه، يا مش مصدق ربنا قال ايه، يا مش عارف ربنا قال ايه. وفي الحقيقة في الثلاثة مالكش عذر، يا ناسي يا مش عارف يا مش مصدق. ربنا مغرق الكتاب المقدس وعود، يعني الكتاب المقدس ده علبة كنوز، أجمل كنز فيها يعني الجواهر اللي فيه عبارة عن كنوز. فأنت ممكن تطلع لك 1000 جوهرة من الإنجيل لو أنت فاهم يعني إيه وعود. وعود يعني ربنا بيوعد بحاجة حلوة، فغرقان وعود، فأنت غني جدا لو أنت مذاكر الإنجيل. أديكوا بس عينة من الوعود الكنوز اللي معانا واللي بتتقلنا كلنا واللي هي صادقة، يعني إيه مش كلامه بس. يقول ما تخافش أنا معاك، ده دي منها كتير، دي الألماظة دي تلاقي منها مثلا 100 200 كده. ما تخافش أنا معاك، ودي لوحدها تخليك تخافش خالص. ما تبصش حواليك أنا إلهك، يعني إيه؟ يعني أنا مسؤول، عيب تبص على محامي ولا بنك ولا بني آدم وأنا رحت فين. لا تتلفت لأني إلهك. وخد عندك بقى إيه ورا بعض كده رصة عود، أيدتك أعنتك عضضتك، ويكمل سيغزى ويخجل جميع المغتاظين عليك. كل اللي بتغاظين منك دول أنا هكبسهم هكسفهم. يكونوا كلا شيء مخاصموك، طبعا احنا دول الشياطين اللي بيحاربونا، ملناش دعوة بالبشر. تدور على اللي بيغيظك ما تلاقيهوش، طبعا انتوا مش مصدقين بس دي وعود. مرة واحد بيقول لي بقالي مدة بدور على حد يضايقني، قلت له انت طبيعي؟ قال لي ما الآية بتقول كده، تفتش على منازعيك ولا تجدهم. انا طول عمري بقى عندي ناس بيغيظوني بقالي مدة مش لاقي. قلت له طب بس ما تخليها في سرك وخلاص، نبعت لك شوية. بس شوفوا جمال الوعد، بيفتش عليهم زي اللي وحشه الغلاسة يعني، أو من كتر الروقان. إيه الناس الحلوة دي اللي قاعدة في ملك تاني؟ عشان جاي المسيح بيقول ها ملكوت الله داخلكم. لو أنت مصدق الكلام ده والكنوز دي جواك، خلاص لا يمكن تفقد سلامك أو أمانك. إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. يكون محاربوك كلا شيء، كل اللي بيحاربوك دول يتبخروا وكالعدم. في زكريا مثلا يقول، ده انا بجيب من العهد القديم، ده العهد الجديد مليان اكتر. من يمسسكم يمس حدقة عينه. شوفوا الدلع بقى فين، لما ام تقول لعيلها يا حبة قلبي والكلام بتاع الدلع والافلام ده. طب ربنا بيقول الكلام الحلو ده، حدقة عينك ربنا، ده معناه ان الموضوع يطمن قوي. مثلا لما بنغلط عدم الامان بيزيد، كلنا لما نغلط الواحد ضميره بينقح بيتوجع وبيخاف، لان الغلط ممكن يودينا جهنم. يوم يجي وعد في منتهى الجمال ومريح جدا ومفتوح على فكرة، تعال نتفاهم، لو خطاياك كالقرمز يعني بقعة ما تطلعش تبيض وتصير كالتلج، لو حمرة كالدود يعني كانت نوع من الصبغات اللي صعب جدا تروح، هتبقى زي الصوف. يعني ربنا بيقول لك الحل عندي بسيط، هشيله لك كل الغلط ده هشيله. طب ده واحدة برضو. يبقى لما تقول يا رب انت ابويا، يا سلام امان. تمسك صليب امان. تفتكر اي وعد وما اكثر، كل ده امان. انا عاوز بقى اقول لكم حاجة. احاز ده اللي هو تلميذ أشعياء المفروض، اللي ملك يهوذا اللي عنده الهيكل، ما صدقش ده كله. لما راح له أشعياء يطمنه فضل مرعوب، فأشعياء اتغاظ فقال له بقول لك ايه، اطلب اللي انت عاوز، عمق طلبك او رفعه الى فوق. عاوز يديله اماره يعني، شوف عاوز ايه عشان تصدق، وانا هجيب لك الطلب من ربنا. يقوم يقول له رد بايخ جدا، يقول له انا لا هطلب ولا هجرب ربنا. يا سلام، ما هو ربنا اللي بيقول لك اطلب زي ما انت عاوز عشان ااكد لك اني معاك. يقول له لا لا لا، انا ما بجربش ربنا، انا هفضل خايف.
انا عاجبني افضل خايف. فقال آية غريبة جدا، قال له زهقت الناس. عاوز تزهق ربنا؟ يعني هو مش كفاية زهقت الراجل ده، كان مزهق الناس. فقال له انت اصلك وصلت الى درجة زهقت الناس كلها، وكأنك ناوي تزهق ربنا منك. لان في ربنا بيعرض عليك عرض مفيش احلى منه، يقول لك تطلب السماء شغال، تطلب اخر الارض شغال، عمق طلبك او رفعه الى فوق. أم أشعيا ساعتها قال له تعرف ربنا ممكن يعمل ايه؟ طب اقول لك بقى، هل سيد الرب نفسه يعطيكم نفسه آية؟ ده العدرة هتولد عمانوئيل. عارف ربنا ممكن يعمل ايه؟ مش يشيل منك ملك ارام وملك اسرائيل الكلام الصغير ده، ده ربنا بنفسه هيجي الدنيا. انت كنت تستجرى تطلب طلب زي كده؟ ساعتها أشعيا اتكلم عن التجسد في الحتة دي. لكن ظل أحاز لا يريد أن يؤمن. خلي بالكوا الإيمان قرار، في واحد مش عاوز يصدق، مش عاوز. ربنا بيقول له صدقني كل شوية، يقول له لا ما صدقكش، لا لحسن تخلى بيا، لحسن تكون بتضحك عليا، وصدقك ليه؟ طب خلاص انت حر بقى. في ناس عايشة كده مش عاوزة تصدق ربنا. سبب آخر يخلي عندنا إيمان، أو مجال آخر يزود الإيمان، الإيمان بقوة الصلاة. إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. أنتوا عارفين الواحد يرفع إيده ويكلم ربنا دي تغير الدنيا كلها. لو صدقتوا أن الصلاة تعمل كل المعجزات هنصلي أحسن من كده، وهتبقى حياتنا أحلى من كده، ومش هنخاف ولا نقلق. ليه؟ دي تصل أي مشكلة، دي تصل ببساطة كده. حتى لو مشاكل بلاد هي في الآخر بتتحل بالصلاة. فعشان كده ربنا يسوع قال كل ما تطلبونه حينما تصلون آمنوا أن تنالوه. صدق أن ربنا سمعك، وصدق أن ربنا هيجاوبك، لأن أنت ابنه. طالما الطلب مش وحش أنت ليه مستكتره؟ ما تستكترش طلب على ربنا، ده ربنا يعني خيره كتير قوي. قديس بولس عاش المعنى ده كتير. واحد يقول لي طب ليه اتسجن ما طلعش من السجن؟ الحقيقة هو عمره ما كان بيصلي يطلع من السجن، هي ببساطة كده. هو جرب يطلع مع السجن بسهولة، يعني بدري في فيليبي لما اتسجن عمل تسبيحة خرج من السجن بزلزال. لما اتسجن في روما عمره ما طلب يطلع من السجن، لأنه كان بيشوف المسيح في السجن، وكان مبسوط جدا جوه السجن، وعمال يبعت في رسائل. فهو لو طلب كان طلع، بس هو ما بقاش على باله يطلع. براحتك يا رب اطلع ادخل براحتك، ما بقتش فرق، انما بيصلي من اجل خلاص العالم. عشان كده من جوه السجن قال لنا المبدا ده، قال لا تهتموا بشيء، معناه ما تعولش هم شيء. لا تهتموا مش معناها ما تفكرش، لا ما تعولش هم حاجه. كل حاجه اعمل حاجه واحده، صلي، ادعي، واشكر. حط اي موضوع يربكك يضايقك يكعبلك يلخبطك يخضك يخوفك، حطه في الصلاة بس خلاص. ساعتها قال وسلام الله الذي يفوق كل عقل، ده اللي عايش فيه بقى بولس، يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. فانت هتبقى عايش في منتهى السلام، لان عندك حس قائلا. اطلب لنفسك اي يا حبيبي، صلي خلي ايمانك يزيد. طيب طب اطلب حاجة عشان يجاوبك، عشان تثق فيه. عمق طلبك او رفعه الى فوق. قال احاز لا اطلب ولا، هو مش عاوز يصلي، مش عاوز يقف يصلي اساسا. فقال اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم ان تضجروا الناس حتى تضجروا الهي؟ يعني مش كفايه يا اخي زهقت الناس؟ ربنا هيعمل معاك ايه اكتر من انه يقول لك بس صلي وانا اوريلك؟ طب اطلب بس وانا افرجك. الايمان بالترتيبات الالهيه ضمن صفات الله ووعود الله. صفاته بتقول انه قادر وحكيم ومحب، الاستنتاج بتاعها كله خير. ووعوده بتقول كله خير، يعني صفاته تقول كده ووعوده بتقول كده. يبقى كل اللي بيحصل في حياتنا مترتب للخير. طب دي عاوزة انك تصدق، ما انت طول ما انت مش مصدق مش هتشوف خير.
حتى لو قدامك خير ما انتش شايفه، لأن القصة كلها محتاجة إيمان. لكن لو صدقت إن المشكلة دي للخير هتشوف الخير وتتمتع بيه. فالإيمان بالترتيبات الإلهية، مفيش ولا حاجة في حياتنا صدفة، مشاكلنا مش صدفة، الظلم اللي بنتعرض عليه مش صدفة، الأحزان والأوجاع مش صدفة، ده احنا نلخبط وهو يلم ورانا. دي ترتيباته الإلهية كده. نحن نعلم أن كل الأشياء كل مش بعض تعمل معا للخير الذين يحبون الله. دي معناها بقى ايه؟ غير دماغك عشان تدور على الخير اللي بيعمله. تغيروا عن شكلكم، يعني ايه؟ بتجديد اذهانكم. يعني اقعد راقب الظروف كده وقول دي هتقلب خير ازاي بقى، والمشكله دي هتنتهي خير ازاي، واقعد اتفرج كده بص شوف ربنا بيعمل ايه. فتلاقي نفسك مقضي حياتك مستمتع، مفيش عدم امان. ليه؟ كله خير، والخير يكمل لما نروح السماء. يوسف العفيف عاش المعنى ده، فلم يفقد ايمانه ولم يفقد امانه، عشان كده كان قوي جدا وقدر يسوق مصر في المجاعة. قال انتوا قصدتوا شر، الناس بتقصد شر، لكن بالنسبة لربنا يقلب الشر خير، والرب قصد به خيرا. دي عاوزة ايمان، ان ربنا يحول شر الناس للخير، يحول اضطهاد الكنيسة للخير، يحول مشاكلك الشخصية للخير، فيطلع كل حاجة في الآخر لمصلحتك. هو كده، بس عاوزة ايه؟ عاوزة تصدق. آخر نقطة أقولها، ده كله في الإيمان بمعنى الثقة، كمان الإيمان المستقيم يدي أمان. يعني ايه؟ النهاردة في محاولة من الشيطان انه يزعزع العقيدة الأرثوذكسية، زعزعت أي عقيدة تضيع الأمان. يعني تصور احنا عايشين طول عمرنا نقول بشفاعة العذراء، والعذراء أمنا، والإيمان ده مدينا أمان. لما يطلع واحد يشككك في العذراء عاوز يضيع أمانك كمان، فدي مؤامرة برضو، يشككك في ثوابت. فواضح أن الشيطان مش بس بيهز ثقتك، بيشككك في تفاصيل العقيدة. عشان كده أرجوكم ما تدوش ودنكم لأي تعليم غريب، لأن أنت اللي هيضيع أمانك، ولو ضاع إيمانك مش هتدخل السماء. فهنا يقول أما أنتم أيها الأحباء ابنوا نفسكم على إيمانكم الأقدس. ابني نفسك على إيمان مستقيم، على هذه الصخرة أبني كنيستي، لنكون فيما بعد أطفال مضطربين محمولين بكل ريح تعليم غب. يعني مش كل هوى يجي كده يروح كده، تمشي على هوى الناس وكلام الناس، خليك ثابت، خليك عاقل. تعالوا يكون شعارنا الفترة دي إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. أي شعور بعدم الأمان يبقى قلة إيمان. ما تقوليش أصل الظروف، لا لا، المشكلة مش في الظروف ولا في الناس ولا في المشاكل، المشكلة كلها في كلمة واحدة اسمها إيمان. يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ صدق أكتر من كده، أمانك يعلى وسلامك يعلى، لإلهنا كل مجد وكرم.